السلام عليكم، ومع دكتور التاريخ للصف الثالث الثانوي. هنتكلم النهارده على شخصيات منهج التاريخ لسنه ثالثه ثانوي. شخصيه النهارده رقم 27، وهنتكلم على شخصيه هو احد ابناء حكام مصر. شخصيه النهارده هو امير طوسن. الامير طوسن هو ابن محمد علي، تولى قياده الجيش المصري اثناء الحروب الوهابيه في الجزيره العربية سنة 1811، واتكلمنا عليه لما حصلت مذبحة الإسكندرية، وأن محمد علي عزم المماليك بمناسبة خروج ابنه الأمير طوسن إلى بلاد الحجاز. الأمير طوسن راح بلاد الحجاز وحارب الوهابيين ورجع وتوفى في حياة أبيه. طبعا محمد علي استغل الأمر وتخلص من المماليك بمناسبة خروج هذا الابن على رأس الجيش المصري اللي هيحارب في بلاد الحجاز، وكان الجيش ده يتكون من الأتراك والسودانيين.